ازيكم يا جماعة؟ أنا مالك، النهاردة هنلعب سكيبيدي تويلت ريس كليك. أول مرة صح؟ هنجرب. أوكي؟ ياه، تمام. أوكي كده كويس. 2 تايمز وين. أوكي. I'm gonna get it. Ooh. Alright, get a quiz. Get a quiz, huh? Get a quiz, huh? Back it up there, get me out of it. Get a cool. Okay. Do I have anything? No. Now, rest there, but then I'm gonna choose. I'm gonna pet kit. Nah. حط اوكي بطيئين جدا ده يعني مش مهم هم هم خالص نشوف نهاية نهاية الفيديو وهنكون سريعين قد ايه ما يحاول اوكي انا لعبت ال 18 دقيقة انا اشوف الموضوع ده يا حاج بقى اشهد 30 ثانية نحققهم كده 10 وينز كويس عشر ثواني اوصل ال 95 طيب ايه ده؟ لا يا خلينا نجزم يلا خلاص جيم اوف بداية مع يعني مع السنة نقدر نجيب نو شفناه كوم مش مشكلة ماشي هنا بداية كويسة يعني بداية توقعت مش بداية توقعتها يعني ماشي بس احنا قريبا هنبدأ كويس نبقى أحسن في اللعبة ماشي نشوف في النهاية ازاي اهو يلا اهو كده كويس ياه اوكي كده بداية حلوة بدينا أسرع عن الأول شوية يا ده ما عملش تأثير للدرجة دي الدرجة دي زي ما اتوقع شوف كده هنا نجيب 500 وينز او في بوكو ده بوكو انا هنا اوكي ماشي كده بداية كويسة فعلا اوكي انا لوحدي للاسف انا وصلنا للمي كويس شوف ايه دول لما نجيبهم لما نخلص الريس او مع الاقل ما ده يخلص اظن مش هنلحق نجيبه بس هنحاول نصور كده لعدينا شوية اوكي يلا 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 الف الف يلا بينا ماشي كويس ما لسه 45 ثانية اوكي كده عملنا أكتر عن الأول مو كده كويس أو أجيب 500 يا كراون تانك أو أي حاجة كده بالظبط دقيقتين هنجيب أو بي بوك بداية كويسة سوا خلاص الريس انتهى
ماشي بداية كويسة شوية، بس احنا كده محتاجين أكتر. يلا يلا أنا جبت إيه ده؟ يلا بليز يكون كويس. جبت كومن برضه، مش مهم، بيعمل 2000. كويس شوية، كويس. ممكن نلحق كده شوية. المرة الجاية نعمل حاجة تانية. الاف صورة احنا قاعدين 5000. اوكي اجيب لو بوكوك على 40 ثانية كده. يس ممكن نبقى اسرع شوية. كام 10000؟ يا ابن ال ده بيجيب كام سرعة أصلا؟ يا ابن ال يا ابن المحدود جامد خطير. احنا انا عندي الريس ده كأنه ولا حاجة. حاجة فعلا مسرعين، انا مسرعين خطير. هو نكسب الريس ده على طول كأنه ولا حاجة. يلا انا بتحكم، يعني بتحكم بسرعة بس. او ياو هنوصل في النهاية في 20 ثانية باين. ثانية ممكن احتمال تمام. ممكن نوصل طاب. نو يلا 6 5 أربعة ثلاثة اثنين واحد. بص ياه اوكي من وين نشتري 5000؟ يلا بزو كل حلو كل حلو. جبت ابيك، جبت ابيك. كويس. الابيك ده بيعمل ايه؟ 12000. نحطه كده. بعد دقيقة 25 ثانية نجيب بوشن. معرفش ايه هو السرعة بقى بتزيد ببطء عشان احنا سريعين جدا، عندنا سرعة كبيرة. أظن الفيديو هيبقى وصل شوية، معلش عشان أبقى أعمل جزء تاني بقى. أنا ما أوصل 10 لايك بس، ينفع؟ يا حال أوصل البيت دمه من 3 مرات كده. هعمل جزء تاني مع أختي يعني المرة الجاية. دلوقتي أنا هعمل أحمل لوحدنا، بعدين بعدين نجيب بكين المرة الجاية، أختي المرة الجاية. هنجيب أختي المرة الجاية بقى. هل إحنا كده كسبين؟ أوكي وصلت تاني. على فكرة أقدر أعمل ريبيرث، أنا نعملها كده بالمرة من هنا إحنا هنا. يس ياي ماشي كويس.
نقعد السيريز ده وخلاص يعتبر خلصنا الفيديو بقى معانا. انا متحكم ولا هو بيتحكم؟ انا شو متحكم يعني اصلا مش مهم. ويندي او مش معايا ويندي. يب انا مسويش ده كده بسرعة. ايه انا وصلنا كده حق. انا ما عرفتش انا ما عدتش كم مرة وصلنا بس مش مهم. ايوه كده انا جيت بس 4 تايمز جول. يلا جول. ليتس جو يلا. انا هاني فيديو كده انا عمر عجب اللي عجب لايك واشتراك حاول انفع اوصل 10 لايكات بليز. ويلا المره الجايه باي باي.